نروح معاكم في البداية لتفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرائد، ونبتدي مع جريدة الأهرام اللي قالت برغم حالة الحزن والمرارة المسيطرة دلوقتي على النادي الأهلي بعد الهزيمة الأخيرة، إلا أن لاسارتي طلب من اللعيبة أنهم يقفلوا الصفحة دي تماما ويركزوا في مواجهة سموحة المقرر ليها بعد بكرة يوم الثلاث، وطلب المدير الفني من إدارة الكرة ضرورة دعم الفريق بصفقات في الخط الخلفي خصوصا في المنطقة الدفاعية وخط الوسط في ظل الإصابات المتلاحقة اللي بيعاني منها الفريق.